بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. على صفحة الوزير الشخصية كانوا قالوا إن هم الساعة واحدة هيعلنوا آليات وضوابط التظلمات وإعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي لعام 2022. بالفعل الساعة دلوقتي 1:05 وهم نزلوها على صفحتهم الرئيسية. كيفية التقديم، لما تيجي تقدم على طلب التظلم، التقدم بطلب التظلم بعد 15 يوم من اليوم التالي لإعلان النتيجة. يعني لو النتيجة بانت يوم 1/8 يبقى إن شاء الله التظلم 16/8، تمام؟ 2، تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا. يبقى هتقدم إلكتروني وهتختار المادة وتملى البيانات اللي احنا عارفينها. تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم 300 جنيه لكل مادة، يبقى المادة ب 300 جنيه، والله ولي التوفيق. المادة ب 300 جنيه لو انت عايز ايه تتظلم فيها عشان تاخد نتيجتها، هتقدم مجانا لكن مش هتطلع النتيجة الا بعد دفع 300 جنيه للمادة الواحدة. تودع الرسوم، الفلوس بقى هنحطها فين؟ صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا برضو من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم الفني. طيب 2، آليات وضوابط التظلمات. رقم 2، يعني بعد قبول طلب التظلم، بعد ما تضمن ان طلب التظلم بتاعك اتقبل، ايه اللي هيحصل؟ حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي اللي هو التصحيح او مع ولي امره، وممنوع اصطحاب مدرس المادة. مفيش مدرس يخش، يبقى انت هتاخد المدرس وتقول هو ده ولي امري، معناه هو ده الحل. الالتزام بالحضور في الموعد المحدد، هي طبعا الكترونيا هيبعت لك ميعاد، ميعادك للحضور كذا لازم في الميعاد ده. ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى. يبقى نركز بقى، اللي هيتخلف مفيش يوم للتخلفات، لا اللي هيتخلف راحت عليه. تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي، البطاقة يعني، وبطاقة ولي الأمر برضه. يتم الاطلاع على صورة الباب الشيت بالإضافة إلى نموذج الإجابة. مش هتشوف أسئلة وإجابة، لازم تكون حافظ البوكلت كويس وعارف الأول إيه وإجابته إيه والتاني إيه وإجابته إيه وهكذا. ليه؟ لأن أنت ما هتشوف الباب الشيت بس، وهتشوف نموذج الإجابة. يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع عليها بنفسه، علشان الملاحظات دي هي اللي إيه اللي هتتراجع. طيب رقم 3 في ضوابط التظلمات، الإجراءات المتبعة بعد التقديم. في حال تعديل درجات الطالب يتم اختيار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا. يعني انت لو زدت درجة او درجتين او اي حاجة، المهم النتيجة اتغيرت، يبقى انت هتاخد ال 300 جنيه بتاعتك، تمام؟ طيب يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة. يعني عشان تبقى رايح وهتقوله دي صح ودي غلط يبقى انت بتحلم، لا انت رايح تظلم تعد في 2 صح 3 صح 5 صح 7 صح، هو ده. وبدون الطالب، ويدون الطالب ملاحظاته برضو في المكان المخصص لذلك. 3، تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم او نائب رئيس عام الامتحانات لتنظيم اعمال لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة. دي كانت أهم الآليات اللي نزلتها وزارة التربية والتعليم على تقديم التظلم. توفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.